أنا طالب محمد بن لهوم بن شريم أمير شمل قبائل المرة في المملكة وفي الخليج، وأذكر من يستمع لهذا التوجيه من هجوم حمد بن خليفة وأميره المغرر به بسحب جنسياتي أنا وأسرتي 55 بجمع شرعي من ذكور وأناث، وأنا جنسيتي ليس من حمد بن خليفة، جنسيتي منحني إياها الشيخ علي بن عبد الله الثاني، وبطاقة ليس فيها كمبيوتر، وحمد بن خليفة ليس فيها حق ولا منه ولا منحني. الجنسيه اللي عندي من علي بن عبد الله يرحمه الله أمير قطر السابق، ثم الأمير أحمد بن علي. سبب سحب جنسيتنا من قطر على أن سب المملكة وعلى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز وملك البحرين وحكومته، فرفضنا ذلك ولا عندنا إلا الصحيح، ورفضناه ورفضنا حكومته بعد ما طلب منا هذا الطلب. والأمر الثاني على ما اجتمعنا به وصاحب سمو ولي العهد محمد بن سلمان عبد العزيز أنا والشيوخ المرة وما تعهدنا به له ووضحنا له ولا عندنا إلا الصحيح، وجنسيتي ترجع غصب أنا وأسرتي غصبا على أمير قطر اللي سحب جنسياتنا، أنا والغفران اللي سحب جنسيهم وهدر أموالهم. حنا ملتزمين ضبط النفس أنا وقبيلة المرة، لا نتصرف في حقنا سبب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين فقط. ولو اسمحوا لنا أخذنا حقنا الشرعي من حمد بن خليفة وبهانة آل مرة وشعب قطر